السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة اشرح لي. النهاردة هنعرف ازاي نجيب استوديو منشئ المحتوى القديم على اليوتيوب بطريقة سهلة وبسيطة. دلوقتي احنا عندنا الاستوديو منشئ المحتوى الجديد، في ناس كتير ما بتعرفش تستخدمه، صعب عليهم بعض الشيء. ادي الفيديوهات، ده استوديو منشئ المحتوى بشكله الجديد، في بعض الحاجات المتغيرة ومختلفة، في ناس مش متعودة عليه. فانت اذا احتجت ان انت ترجع تاني لمنشئ المحتوى القديم، فبتدوس فوق على صورة القناة، حساب القناة، بعد كده بتدوس على اول خانة اللي هي قناتك، بيظهر دلوقتي قدامنا فوق على الشمال خانتين، الخانة الاولى اللي هي تخصيص القناة، والخانة التانية استوديو يوتيوب. هندوس على تخصيص القناة، بكده نكون رجعنا لاستوديو منشئ المحتوى القديم. ده استوديو منشئ المحتوى القديم، ادي عدد المشتركين وادي المشاهدات ومدير الفيديو. هنا لو انا عايز اجيب الفيديوهات اهي بالشكل ده، ده كده استوديو منشئ المحتوى القديم، استوديو منشئ المحتوى القديم بشكله القديم. طبعا في ناس متعودة عليه كده، بالنسبة لها الاستوديو الجديد مش ملائم. يعني قوائم تشغيل هنا مفيش، اللمحة، كل حاجة اهي. طبعا وصف القناة لو انت عايز توصف الروابط. نتمنى نكون قدرنا نبسط لكم الامر من الامور. شكرا لكم جزيلا، ونستنى ان شاء الله في شرحات جديدة. شكرا.